باستضافتنا الأولى اليوم بفقراتنا في عنا دكتورة طيف الصرايرة المسؤولة عن حملة كليتك أمانتك. نحكي أكثر عن هاي المبادرة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. دكتورة كليتك أمانتك حافظ عليها، هاي الحملة متى بلشتوا فيها وكيف كان إقبال الناس على هذه الحملة؟ حملة هاي بلشنا فيها تحت مظلة الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب نعم. الطب في العالم بإبداع رائع جدا من طلاب جامعة مؤتة في كلية الطب نعم. بلشنا فيها تقريبا بشهر 9 أو 8 من عام 2017 هي تقريبا لحد الآن مستمرة، يعني وقفناها شوي خلال فترة دراستنا لكن نعم. يعني الفيدباك الرائع خلانا نكمل فيها. بلشت الحملة كإطلاق يعني ناقوس خطر من بعد الإحصائيات والأرقام اللي كنا نشوفها إحنا كطلاب طب وإحنا مدرس، يعني في عنا 600 مليون مصاب عالمياً بأمراض الكلى المختلفة. حلو. WHO 2014 بآخر إحصائية لها الأمراض الكلى بالأردن كان في عنا أكثر من 4000 مريض بأمراض الكلى، نسبة هاي بتزيد من 10-14% سنوياً، يعني إحنا قاعدين هسه يمكن يكون عنا عدد يفوق 8000-9000 مريض بأمراض الكلى و12% منهم أطفال. فالإحصائيات خلتنا لا نبلش بهاي الحملة، نركز على عدة فئات منها ونطلقها حتى تكون الأولى بالنوعها بالجنوب برضه. طيب احكي لي دكتورة مين الداعم لكم لهاي الحملة؟ هلأ بداية دعم الحملة كان أكيد من جامعتنا، جامعة الأم، جامعة مؤتة وكلية الطب وعمادتها كانت أول داعم وأول سوبرفايزر زي ما بنحكي حتى نبلش هاي الحملة. كان عندنا شركاء كثير، أحب أشكر جمعية هيئة مبادرات للأردن أستاذ يوسف المومني أيضا كان من إحدى الداعمين لنا واللي كمل معنا الطريق حتى نوصل الأوتريتش للمحافظات، نوصل الفكرة أكثر نكملها. كان عندنا سبونسرز بشكل لوجستي وشكل دعم معنوي، عيادة الدكتور بهاء الرضاونة أخصائي الكلى والمسالك، شركة أطلس الطبية، شركة بايونير للأجهزة الطبية، وشركة الماس للمياه طبعا رائع. كان دعمها للأطفال أكثر شيء، وكثير شركاء أكيد إعلاميا وصحفيا كان معنا. حلو. دكتورة احكي لي عن مراحل هذه الحملة وتقسيماتها، هل هي شملت فقط عند أهلنا أو عزوتنا بالجنوب ولا كملنا لباقي محافظات مملكتنا؟ الأشخاص اللي دخلوا معكم هذه الحملة، اللي اشتركوا معكم، التوعية اللي كنتوا تحكوها للملتزمين أو الداخلين بهذه الحملة؟ تمام. هلأ احنا ما حصرناها بالجنوب، احنا اطلقناها من الجنوب كونه احنا كلية الطب الوحيدة بتغطي الجنوب، فبالتالي احنا من يعني من احدى واجباتنا بداية قبل رسالة الطب انه احنا كطلبة بهذا الوعي الطبي بهاي المعلومات صحيح. انه نقدمها لاهلنا بالجنوب بداية صحيح. وكونه في لنحكي دائما يعني الجنوب منسى قليلا بهذه الامور ولكن في القلب دائما انا اكيد حبيبي الجنوب يعني بقلبنا كلنا الله يسعدك، ويعني ما بدناش نقول لك شو بنلاقي من اهل الجنوب، فالجنوب مش منسى اكيد. هو الفكرة انه احنا نعطي اهتمامنا الاولي. لما بدأنا قسمناها لعدة مراحل، أمراض الكلى مختلفة نعم. ستيج تبعتها مختلفة، حتى الفئات الممكن أنه يعني يتم استهدافها بهذه الأمراض سواء كانت وراثية أمراض مزمنة أو غيرها مختلفة، قسمناها لفئات. حطينا أول بداية هي فئة المدارس والأطفال، أعطيناها أولوية كثير كبيرة بحملتنا. أكثر من 12% من المصابين أمراض الكلى بالأردن أطفال، ما بين كل 10 في 3 منهم، يعني 10 بيغسلوا الكلى 3 منهم 4 منهم أطفال تحت عمر 8 سنوات. الله يشافيهم، الله يشافيهم ويعافيهم. فلا كان إحنا بداية يعني مرحلة المدارس والأطفال كيف ركزنا عليها، إحنا كنا نروح لكل مدرسة طبعا بشكر وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس شاركنا فيها بالكرك وعمان على تعاونهم الكبير. كنا نروح لكل مدرسة نطلب قبل ما نروح المدرسة نبعث زي دعوة، بطاقة دعوة من الحملة لأهالي الأطفال، نعمل زي اجتماع أهالي. حلو. نعمل سيشن مدتها 4 ساعات، ساعتين طبعا. للأطفال فقط، ألعاب تثقيفية، نعمل نجيب كلاونز، نجيب نعمل كنا نعمل بازل، هي بازل كدني ويقعدوا يركبوها، نشرح لهم على يعني زي بحكي على قد فهمهم شو هو الجهاز البولي. كنا نركز أكثر إشي على النظافة الشخصية، نركز بالتحدث مع المعلمات إنه بالسماح بالدخول الحمام أو غيره، محافظة على نظافة، متابعة الحالات ممكن في حالات مزمنة ما نعرف عنها متابعتهم، يعني كنا الأطفال هذا نركز عليه. تمام. وكنا بآخر هاي السيشن تاعت الأطفال بعد الألعاب والفيدباك ونعمل إيفالويشن، نعملهم امتحان قصير، يعني كل صف حسب شو بنقدر نعطيه. بشكر شركة الماس للمياه طبعا، أعطونا حافظات المياه الصحية كنا نعطيهم للأطفال.
واطلقنا 30 داي تشالنج معهم بالبوستر تبعهم، كنا نعملهم جدول من 30 يوم، 8 كاسات يوميا تعبيهم وتلتزم بهاي الحافظة للمياه عشان نبتعد شوي عن امطار البلاستيك. رائع. والتشجيع منا لهم، فلا لا كنا نشوف الاهالي يرنوا علينا او يحكوا لنا ابني والله بطل يشرب غير من هاي المطرة، ابني صار يلتزم، ابني صار يلتزم بشرب المياه، يلتزم بالنظافة الشخصية. هذا بالنسبة للاطفال. الاهالي بعد ما نحكي مع الاطفال، لا الاهالي كنا نوسع المعلومات شوي، نوسع دائره المعلومات الملقاة، وكنا بس نحكي معهم بامراض الكلى عند الاطفال فقط لا غير. طبعا. كنا نركز على امراض الكلى المزمنه، كيف نتابع الاطفال خصوصا لما يكون عندنا يعني مرضى كلى بالعيله. كنا نركز على موضوع اليو تي اي يورينري تراكت انفكشن، التهابات المسالك البوليه، وبنهايه هاي السيشن للاهالي كنا نوزع فحوصات التهابات المسالك البوليه المنزليه. حلوة. بدعم من شركه اطلس، بحب اشكرهم كمان. حلو. نوزعها عفوا مع بروشور كيف تستعملها، يعني ما كنا نروح الاب والام من عندنا من هاي نعطيه اليو تي اي تيست الا وهو عارف كيف يفحص لطفله او كيف انه ينتبه. يعني نعطيه الاشياء ممكن يعني يتابعها قبل، كيف ممكن تعرف ابنك مريض او كذا. هذا بالنسبه للمدارس. طبعا كنا نعمل فولو اب، يعني مدرسة نبعث لها نحكي لها شو صار معك. مدارس معينة احنا كنا نحولها لهيئات المراقبة لوزارة الصحة وغيره، خصوصا المدارس كنا نشوف انه خزانات المياه فيها شوي اعطال، في شكاوي. تعمل فحص للمياه اللي بالمدارس؟ هلا كنا نحكي مع البلدية قبل هيك، وكنا نحكي مع هيئات المراقبة، كنا نحكي مع كذا جهة. في مدارس صراحة وصلناها احنا كنا لما نفوتها مدارس اول مرة تنفات، يحكونا احنا مثلا اول مرة حملة طلابية او طبية تفوت علينا. رائع. فكنا هذا الشيء كثير مبسوطين فيه. مدارس صراحه علمتنا كثير، يعني احنا وصلنا لاكثر من 940 طفل. يعني عدد الاهالي حيكون اكثر. طبعا. 940 طفل بواقع 9 مدارس بالكرك ومدرسه بعمان، يعني احنا نقلنا التجربه لعمان باخرها. هذا بالنسبه للمدارس. المرحله الثانيه كانت مرحله الايام الطبيه العامه، نحكي عن امراض الكلى بشكل عام، وسعنا الدائره شوي، وسعنا الدائره للشباب واهلنا الكبار الحجات والحجيه، فكنا نحكي معهم بهاي الطريقه بواقع 5 ايام طبيه باربع اماكن بالكرك، واليوم الطب الخامس كان بعماده شؤون الطلبه بجامعه مؤتة. استمتع الايام الطبيه، استفاد منه اكثر من 1250 شخص. رائع. كنا نعمل فحوصات اللي هي فحص الضغط، فحص السكري، كونهم من البريديبوزينج فاكتورز لامراض الكلى اللي هي العوامل المؤثره او بتزيد من ازمه مرض الكلى بالاردن. طب اكتشفتوا حدا طلع معه كلى من خلال هذه الحمله، عرف انه والله في عنده مشكله، اتوعى اكثر انه في مشكله عنده بالكلى، يلحق حاله زي ما بيحكوها؟ هلا صراحه كان في كثير ناس لما يجوا مثلا خصوصا الاهالي، الاهالي صراحه يعني هم اللي يعني كنا نقدر نتاكد معلومه اكثر. لما نعطيهم فحص اليو تي اي يرجعوا يرنوا علينا او يحكوا معنا، مثلا طلع معهم الفحص في خلل معين، يروح يراجع طفلهم فعلا يطلع في عنده مشكله بالمسالك. ناس الكبار بالسن كنا نوعيهم اكثر على مثلا ضروره الفحوصات الدوريه. صحيح. السكر، الضغط، انتبهوا لادويتهم. ناس يعني مثلا كان في معنا طلاب المراحل الكلينيكال ينتبهوا لكذا حاله، يوعوهم اكثر، انت حجي مثلا معك كذا، انت لازم تنتبه على موضوع كذا. فكانت الفكره هي توعويه صحيه، يعني انه احنا نوعيهم انه لا لازم تفحص، لازم تعمل هيك، انت من واجبك تجاه نفسك تعمل هيك. وبرضه بالحمله يعني حابه برضه اذكر شغله، احنا ما ركزنا برضه والله انه نروح نفحص ونوعي، لا كنا كان معنا اخصائيه تغذيه بالحمله بكل الاستبات بكل المواقف. بحب اشكرها ست علا السيد، رافقتنا بالكرك، حتى كان في عندنا بوث خاص غير بوث التوعيه، بوث للتغذيه العلاجيه الخاصه بامراض الكلى. التغذيه العلاجيه الخاصه بامراض ضغط الدم، التغذيه الخاصه بامراض السكري، لانه اهلنا يعني اوكي حكينا لهم عن الضغط والسكري وامراض الكلى والعوامل الوراثيه وغيره، بس لا احنا بدنا كمان ندخل باللايف ستايل تبعهم، ياخذوا فكره اكثر. والاهل دائما موضوع الاكل يعني احنا يعني بنحب يجيب حدا انه لا يفهم عليهم بهذا الموضوع عليهم. اكثر وبتساعدهم. بالضبط. خبريني كيف حسيتوا انه اقبال الناس على الموضوع؟ يعني امرات الواحد ببلش بهيك مشروع زي هيك رائع من مدارس، اكيد طبعا بالكرك مدارس حكوميه اكيد. نعم. فبتحسي انه نوعا ما الناس بتقول لك انه في كونه مثلا من هل، ولا حسيتوا انه لا الناس يعني متشجعين لهذا الموضوع او انه في اقبال من الناس وفي تجاوب من الناس؟
هلا الاقبال بالبدايه كنا متخوفين منه، يعني فكره جديده اوتريتش جديد، مدارس اول مره نفوتها، ناس اول مره نشوفهم. بس من خبرتي بالايام الطبيه واشتغلت بكذا شغله من قبل، فشفت انه ممكن ندخل للموضوع بطريقه مرات عند الاطفال ندخل لهم طريقه كثير فني، ما ندخلهم انه احنا معلمين واللاب كوت ابيض دكاتره، لا ندخلهم احنا حابين نعلمكم، نجيب معنا مجسمات. فاول مدرسه نفوت عليها يجينا 40 طالب. المدرسه اللي بعديها مثلا بتكون بنفس يعني الكرك، يعني المدارس بتحكي لبعضها اكيد بصيروا يحكوا لبعض. فالمدرسه الثانيه والله بتحكي معهم نحكي لهم بدنا نعملكم مثلا ل 100 طالب، يحكوا لنا لا احنا المدرسه اللي قبلها الفيدباك كانت كثير حلوه، بدنا نعمل ل 200 طالب، نوسع الفئه، نوصلها مثلا لصف سابع بدل صف خامس. كنا نحب هذا الشيء. الايام الطبيه كنا نعلن عنها طبعا على الصفحات الاجتماعيه، نعلن عنها قبل بالجرايد الفرعيه والرسميه والالكترونيه، نعمل فيديوهات بسيطه، المقابلات اللي كنا نعملها هيك ونوزعها بين بعض. صراحه كان كثير يعني دور كبير لاهالي الكرك، الاهل اللي بالاول دعمونا، الاشخاص اللي دعمونا بالبدايه، الجامعه نفسها انه لا فكرتنا حلوه، فكرتنا ممكن تستمر. وهذا كان سبب انه احنا عملنا 23 وقفه، منها 5 ايام طبيه، اكثر من 12 مدرسه، تعامل مع مؤسسات مجتمعيه كمان. يعني بالاطفال يعني انا حابه احكي انه الاطفال احنا ما رحنا لمدارس بس، بالصيف احنا قاعدين فيش مدارس فيش اطفال، فكرنا انه لا في اطفال بعيدين عن منصات التعليم، في اطفال مش بمدارس. فكنا نشوف مثلا انه مع بتذكر واحده من الاشياء اللي عملناها انه احنا شاركنا باميزنج كيدني بسيشن اطفال مع مبادره نشم الهمه بافطار ايتام. بحب اشكرهم كمان، اشكر هيد عجع على تعاونها معنا مره ثانيه مع مركز ايتام التوحد، المره اللي بعديها مع نادي صيفي لنادي مؤاب الثقافي في الكرك. فكنا نحاول قدر الامكان انه اوكي احنا بدنا الحمله تنجح لازم نغطي الفئات، يعني وين ما نشوفها وين ما تكون. ايش طموحكم؟ ايش حابين توصلوا بهذه الحمله؟ ماذا ينقصكم للاكمال بهذه الحمله ايضا؟ هلا ما طموحنا بهاي الحمله اللي بنقصنا بهاي الحمله هو بنقصنا بكل المبادرات الشبابيه، الدعم، التشجيع، الفرصه صراحه، والشيء اللي زي ما نحكي الاستدامه السستينابيليتي تبعتنا. احنا كشباب ببدايه فوره الشباب تبعتنا بدنا نعمل، بدنا نغير. يمكن انا من الناس اللي لقيت الفرصه هاي ولقيت انه في دعم، في جامعه، في معيقات نعم، لكن احنا محتاجين اي فكره يتم تبنيها، اي فكره انها تكمل تستمر تحت اي مظله اي اتحاد، مظله اي نادي، مظله اي شيء. احنا بالاول اول على اخر احنا شباب الاردن، احنا الجيل اللي بده يكمل بهذا الشيء. وغير عن هيك تقبل الوعي يمكن من الناس اكثر، يعني احنا لقينا معيقات كثير لما بلشنا بالحمله. بنطمح كم صار الحمله؟ قديش صار هلا الحمله عمرها تقريبا سنتين، احنا موقفينها من عده اشهر حاليا. يعني انطلقنا نشتغل باشياء زي ما نحكي اكبر منها، انطلقنا نشوف اشياء اكثر منها. فيعني كان هذا الشيء صراحه طموحنا انه مش بس نكمل، لا الفكره انها تضلها حيه، ما بدنا بس نعمل اميزنج كيدنيز ولا ايام طبيه ولا حملات تبرع ولا غيره، لا بدنا احنا يعني نكمل هاي العجله، بدنا غيرنا يجي يكمل عنا يعملها بشكل اكبر. حلو. وبدنا الدعم اكيد، فمؤسسات من مسؤولي وصناع القرارات هون. وصلتوا الكرك معان طفيله معان، ما وصلنا العقبه صراحه دلاله على بدكم دعم، بدكم عشان لازم توصلوا بقيه أكيد. هذه المناطق اكيد بدنا مش بس دعم لاميزنج كيدنيز، بدنا دعم لكل حمله وكل طموح شبابي انه يوصل هاي الفكره ان شاء الله. يا زلمه نحكي احنا لسه واقفين على رجلينا، دائما والدي بحكيها انه ما دام الواحد يعني واقف على رجليه، ما دام عم قادر يمشي ويعطي للناس، لا انت هذا من واجبك تعطي طبعاً. فاحنا بس بلزمنا الدعم، بلزمنا الثقه، يعطونا الثقه بروحنا الشبابيه بحالنا فقط لا اكثر من هذا الموضوع. يعني انا كاثي اسمحي لي، يعني بنت الكرك من لما فاتت وانا ضحكتي من اليمين للشمال. الله يسعدك. طالب الطب نعم، ويعني انا بعرف دائما طلاب الطب بيكونوا دراسه وتعب وبيكون هدفهم يفتحوا عياده او، فمبادره من هذا النوع بمجتمع من مجتمعاتنا شوي بعيده عن العاصمه، فهاي فكره رائعه، انا بحييك عليها ومبسوطه صراحه. شكرا يعني لك. مبسوطه بهاي المبادره. إن لقاءات أخرى إن شاء الله معك إن شاء الله، ونشوفك على بأشياء أوسع وتكونوا واصلين للإشي اللي أنتوا بدكم إياه إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة، أنا جد حابة من خلال قناتكم
الحلوة كثير. أشكر كل الأشخاص اللي دعمونا، جامعتي، كليتي. أنت الرائعة والفكرة الله رائعة. يسعدك، شكرا لك. التيم اللي اشتغل بأميزنج والله يعطيكم العافية. الله يعافيك عزيزتي، وجد يعني الله يقويكم أنه تقدموا أكثر وأكثر، وتحملي تحياتنا لأهلنا بالكرك. أكيد، وكل حبنا لهم. يوصل يوصل. أنت كنت امبارح. فكل تحية جد لكل أهل الكرك، ويسعد كمان بالتحية يعني الكرك هيك في القلب دائما، وباقي مثلها مثل باقي محافظاتنا. أكيد طبعا لكل محافظات المملكة يعني. بس احنا بنحكي عن مبادرات من الجنوب. طبعا من طبعا احنا بنحكي عن مبادراتنا، المبادرات ايضا الشبابيه بكل محافظات مملكتنا، بس يعني بنقصها الدعم. يا جماعه الخير ادعموا الشباب، الشركات تدعم هدول الشباب ليوصلوا. يعني هاي مش مبادره ممكن تكون تحكي لي عنها اعتياديه، هاي مبادره غير فريدة. اعتياديه، مبادره فيها هدف سامي، هدف مختلف. قديش راح تساعد شباب وصبايا واطفال؟ يعني شفنا قبل كم من يوم عم تبرع لابن اخوه بكليته، لانه هو كان المتطابق او في تطابق مع كليه ابن اخوه. في عندنا مشاكل، عندنا امراض عديده ساريه، منها امراض الكلى، منها الضغط، السكري. فخلينا نهتم وندعم الشباب حتى يوصلوا لاهدافهم. يعني ريت لو في مستشفى تدعم، مستشفى خاص تدعم هذول الاطباء الصغار اللي بدهم ينثروا الفرح بالجنوب، لانه نحن بينقصنا الفرح ننشره بمثل هذه الامور.